السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة إلى جميع المغاربة الأحرار في العالم، ورسالة إلى جميع الصحراويين في العالم. الحقيقة اليوم ما تعرضت له اليوم سأقوله جملة وتفصيلا. يعني أنا المواطن الصحراوي الغيلاني ابن العالم، الحقيقة من مواليد مخيمات تندوف، جاي من العائدين إلى أرض الوطن. الحقيقة في هذه الدولة الصهيونية وهذه الدولة اليهودية وهذو المجوس اللي ساكنين معاهم، اليوم دخلت على أساس أن زوجتي مغربية وأننا عندنا محضر ونكتبوا محضر ولا غير ذلك. اليوم كيف أني تواجدت في عين مكان في كوميسارية بلاهي، حاط راجيني يوقع عملية الطلاق، جاوا استفزوني ومني ما جاوبتهم جاوا يمارسوا عليا العضلات، تموا يخبطوني عشرة من الشرطة، يخبطوني بأنواع الضرب وبأنواع السب والشتم. وهذه راهي ماهي دولة قانون، الحقوق الإنسان ما موجودة لنا نحن الصحراويين، الدولة ما تحترمنا. وإحنا نطالبوا الاتحاد الأوروبي ونطالبوا إبراهيم غالي، إبراهيم غالي راهي روحيانا اللي قتلوه هذو المغاربة، اللي قتلوه هذو سياسة بنو صهيون. هاي الدولة اللي سارقين خيراتنا وسارقين ثرواتنا ما كينا صابرين. أنا من مضري كنطالب بإسقاط الجنسية المغربية، وطالب بإسقاط الجنسية المغربية، لأن ليس هنالك قانون في المغرب، ليس هنالك قانون في المغرب، وأطالب بإسقاط الجنسية المغربية ونحمل نفسي المسؤولية، وطالب بإسقاط الجنسية المغربية. لماذا؟ لأن هؤلاء الشرطة في مخفر الشرطة تحاموا علي بالضرب والركل والرفس وتكسير العظام، وأنا أتكلم معكم ضريك هنا يا راسي وذراعي ومن هون وظهري كامل مدقدق. دعيناكم مولانا يا ذي الدولة، الله يا ربي يا ربي زلزل عرشكم وزلزل دولتكم ويعطيكم اللي أقوى منكم وأعتن يحقر عليكم كيف حقرتوا علينا احنا الضعفاء. رانا داعينكم لله، داعينكم لله يا مجرمين، يا مجرمين. وكل الوطن أو الشهادة، والاستقلال هو الحل، والدولة الصحراوية هي الحل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.